الصفحات الأولى من كتاب كأس أمم إفريقيا كوديفوار 2023 كانت ممتعة. فصل ثمن نهائي شطبت منه 8 منتخبات، وبقيت 8 الأجدر لتزين فصل ربع النهائي على أمل تواصل المتعة. فالقراء العاشقون لسطور كرة القدم الإفريقية ينتظرون بشغف. أولى مباريات ربع النهائي يحتضنها ملعب فيليكس بأبيجون، وتجمع منتخب نيجيريا الباحث عن إحياء التقاليد ومنتخب أنغولا الطامح للبروز في كبرى المواعيد. نيجيريا التي تلقت هدفاً واحداً فقط بعد 4 لقاءات ينتظرها هجوم أنغولي قوي سجل 9 أهداف في 4 لقاءات، ثلاثية في 2 منها. مدرب أنغولا بيدرو فالديمار يدرك جيداً أن هجوماً يقوده أوسيمان لا يمكن أن يؤتمن، ومدرب نيجيريا جوزيبي سيرو يريد الاستثمار في غياب الحارس نيبلو المطرود في مواجهة أنغولا ضد ناميبيا. ثاني لقاءات ربع النهائي تقام على الملعب الأولمبي الحسن وطار بأبيجون، طرفاها الكونغو الديمقراطية وغينيا. الكونغو بذكريات ماض توجت فيه مرتين بالكان، وغينيا لا تريد تضيع فرصة البروز أكثر حتى لا يقال كان بالإمكان. الكونغو الديمقراطية منتخب لم يفوز بعد، لكنه لم يخسر أيضا في 4 مباريات، سجل 3 أهداف وتلقى مثلها. منتخب غينيا له نصيب أيضا من الرقم 3، فهجومه ودفاعه متوازنان، فقد سجل مثل ما تلقى 3 أهداف. المباراة الثالثة من دور الثمانية مسرحها ملعب سلام ببوكي صاحب الأرض كوديفوار والضيف الثقيل مالي. الفيالة العائدون من بعيد يستهدفون أبعد محطة من طريق الكان، ونسر مالي العنيد يتحدى من جديد. الغاية دون شك تحقيق ما لم يتحقق في 33 نسخة سابقة، التتويج باللقب. مالي بمعدل هجوم يسجل في كل لقاء ودفاع لم يتلقى إلا هدفين، وكوديفوار بهجوم سجل 3 أهداف واستقبل 6، لكن المدرب تغير ومنتخب كوديفوار بدأ يتغير. إميرس فايي في مواجهة إريك شال، فمن ينتصر؟ آخر المواجهات في ربع نهائي نسخة كوديفوار يلتقي فيها منتخبا جزر الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا على ملعب شارل كونان بياموسكرو. منتخب الرأس الأخضر بهجوم قوي دك الشباك 8 مرات ودفاع استقبل 3 أهداف، بقيت شباكه نظيفة في لقاءين من أصل 4. في مواجهة جنوب إفريقيا التي لم تتزعزع شباكها إلا مرتين كانتا في المباراة الأولى، وبهجوم وقع 6 أهداف. مدرب جنوب إفريقيا هوغو بروس يعرف طعم الكأس جيدا، يريد أن يرتشف منها مرة ثانية، ومدرب الرأس الأخضر بوبيستا لا ينوي التفريط في بطاقة تقربه من تلك الكأس، يريد أيضا أن يذيق بروس من الكأس الأخرى مرارة الإقصاء. بطموح أكبر ورغبات أشد، 8 منتخبات تستهدف طريق اللقب. الصغار يتحدون الكبار، والمعتادون لا يريدون فسح الطريق. الحلم الآن بات مشروعا للجميع.